السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية. النهاردة كاسيت أيوة، كاسيت أيوة الموديل بتاعه تي بي آر شرطة 980 اتش، تي بي آر شرطة 980 اتش، صنع في اليابان، مزود بساعة ديجيتال آيات رقمية عبارة عن راديو اف ام وام واس دبليو وشريط كاسيت، مزود بساعة. الجهاز ده وزنه 6 كيلو بالظبط، وزنه 6 كيلو، عرض 45 سنتي في ارتفاع 25 في عمق 12 سنتي. ونشوفه مع بعض. This boom box is Iowa راديو مالتي باند اف ام اند ام اند اس دبليو موديل تي بي ار داش 980 اي ميد ان جابان ويز كلوك ديجيتال. زي ما شفنا الفيديو مع بعض ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. ده جهاز ايوه اول مره يجي لنا في القناه. الموديل بتاعه تي بي ار شرطه 980 اتش، صنع في اليابان، عباره عن راديو متعدد الموجات اف ام واي ام واس دبليو وشريط كاسيت، مزود بساعه رقميه ديجيتال، صنع في اليابان. الجهاز على فكره اربع سماعه، سماعتين في الوش هما، وادي الساعه الديجيتال، وفي سماعتين في الجنبين، هنا في واحده وفي الجنب الثاني في واحده، اربع سماعه الجهاز اهوت. وزي ما قلنا الموديل بتاعه تي بي ار شرطه 980 اتش، صنع في اليابان. الجهاز زي ما قلنا وزنه 6 كيلو جرام، عرض 45 في ارتفاع 25 في عمق 12. ان شاء الله الفيديو نال اعجاب حضراتكم، نتقابل في فيديو جديد. شكرا. This one box is ايوه راديو مالتي باند اف ام اند ام اند اس دبليو اند تيب موديل تي بي ار داش 980 اتش ميد ان جابان. ثانك يو.